قررت هامة لوزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب. في البداية حابب أشكر حضراتكم على كم التعليقات والآراء البناءة اللي بتجيلي على القناة، وكمان كم الاشتراكات خلال فترة قليلة خالص. كم الاشتراكات الكبير ده بيدل على مصداقية القناة. متنساش اللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس، ولو كنتش مشترك تشترك معايا في القناة. طبعا في البداية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس تقدر تحصل عليها من مواقع كتيرة زي موقع اليوم السابع، موقع جريدة الوطن، ومواقع وزارة التربية والتعليم. طبعا يا جماعة نتيجة الجيزة ظهرت، دي أول نتيجة ظهرت. محافظة الجيزة بنسبة نجاح 80%، طبعا نسبة نجاح عالية جدا جدا، ودي حاجة كويسة خالص بالنسبة لنسب النجاح اللي موجودة حاليا وخلال السنة اللي فاتت. كمان وزير التربية والتعليم نزل الجدول بتاع إحصائيات أولى وتانية سنة، وقال إن الإحصائيات الامتحانات دي بتاعت أولى وتانية سنة، وإن تم عقد 6,401,535 امتحان إلكتروني للصف الأول و5,000,000 للصف الثاني، وقال وزارة التربية والتعليم نجحت فيهم جميعهم وما فيش أي مشاكل حصلت خلال فترة الامتحانات. وكمان قال إن جدول امتحانات رابعة ابتدائي يكون عربي، علوم، مهارات، دراسات، لغة أجنبية ورياضيات. قال بالنسبة للصف الثالث الثانوي إن إحنا نزلنا المجلدات بتاعت علم علوم وعلم رياضة ومجلدات أدبي، والمجلدات جميلة جدا ولاقت إعجاب الطلاب. لكن في بعض الناس قالت إن في بعض الحاجات فيها أخطاء، زي بالظبط بتاع الأحياء، المجلد بتاع الأحياء في بعض الأخطاء، وابتدت مواقع التواصل الاجتماعي تنزل الحاجات دي، فانتبهوا برضو وتابعوا الحاجات دي، وأنا إن شاء الله هنزل لكم بس لما أتأكد والحاجات تنزل رسميا زي ما أنتم متعودين تنزل رسميا من وزارة التربية والتعليم. كمان وزير التربية والتعليم قال كل المدارس بداية من 5 و6 ابتدائي وأولى وتانية إعدادي وأولى وتانية ثانوي، كل النتائج هتنزل على يا إما التابلت بالنسبة لأولى وتانية ثانوي، يا إما على مواقع المدرسة، وده لسه محددتوش الوزارة حتى الآن. لكن بالنسبة لأولى وتانية وتالتة ابتدائي فهم نجحوا تلقائي، وهيتعمل لهم كمان، هيبان مدى نجاح المنظومة في رابعة ابتدائي ومدى الحاجات الكويسة اللي هم خدوها خلال السنين اللي فاتت. شكرا لحضرتك.